يحلم أحمد بخروج مشروعه إلى النور من خلال مبادرة رواد 2030 التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. فهذه المبادرة التي تشارك ضمن ملتقى مصر للتوظيف والتدريب تسعى لتوفير أكثر من 1,400,000 فرصة عمل وإنشاء 20 حاضنة أعمال خلال 2022. هو ده اللي هيبقى المجال بتاع المستقبل، لانه بيفتح مجال ان انا مش هبدا ان انا خلاص اكون مقتصر على وظيفه معينه، لا انا ابدا اتعلم سكيلز جديده علشان ابدا ان انا افتح الستارت اب الخاص بيا وان انا ابدا ان انا اساعد ناس كتير وكده. يسعى هذا الملتقى لتوفير 10,000 فرصه عمل للشباب مقدمه من اكثر من 30 شركه من كبرى الشركات العامله بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجال العقارات والاتصالات والمدفوعات الالكترونيه والتصنيع. خلاص بقى كله عنده وعي ان الشباب لو ما تأهلوش من هم لسه في الكلية بيبقى موضوع صعب بعد الكلية، فكله بيبقى عاوز ناس عندها مؤهلات معينة، مهارات معينة. فعشان كده بدأنا نبدأ من اي حد من لسه في اولى كلية عشان لما يتخرج يبقى جاهز على طول سوق العمل. ولا يقتصر الملتقى على ايجاد فرص العمل فقط، بل يساعد الشباب على التدريب من خلال ورش عمل ومحاضرات. الناس تتعلم وتاخد بالها ازاي ابدا افتح محادثه مع حد، ازاي ابدا ابني علاقه عشان العلاقه دي هستفيد بيها بعد كده، واستفيد بيها طبعا في الوقت الحالي في الشغل هستفيدها لو هو محتاج يروح ياخد تدريب في مكان ما، العلاقه دي تقدر تفيده في ده. تاتي فكره انشاء ملتقيات التوظيف مؤخرا كدعم لمجهودات الدوله في توفير فرص عمل للشباب، خاصه مع ارتفاع معدلات البطاله التي وصلت إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بطريقة مختلفة يبحث هؤلاء الشباب عن فرص تساعدهم للدخول في سوق العمل من خلال تدريب أو وظيفة تجاري تطور التكنولوجيا الهائل الذي يشهده العالم. كريم شيخ الغد، القاهرة.